السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا أخواتي في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم وصفة الدجاج محمر في لاكوكوت. وصفة سهلة وتجي بنينة وسريعة. عندنا في هذا الوصفة مكونات بسيطة. عندنا هنا أنا غادي ندير هذا الفخاض تاع الدجاج، واللي يبغي يدير كاع دجاجة كومبلي يقسمها على النص اون دو على حسب المقدور اللي يكون عند الواحد. فيها قلنا عندنا هادو اللي باغي ندير لي كويس، لي زيبيس دوك مين نقعد ندير فيهم نقول لكم شهمة. عندي الزيت، عندي هنا زوج مغارف تاع خل، والغرض من الخل هنا يخلي الدجاج تاعنا طري ويطيب بالخف. عندي هنايا مغرف صغيرة تاع الدهان، وعندي هنا هذا مكون كيما نقولوا له حنا مكون سري في الخلطة تاع الدجاج باش يجينا محمر وتجينا ذيك القشرة تاعه من الفوق. هنا نديرو مغرف معمرة كبيرة تاع عسل، واللي ما يكونش عنده العسل يعوضها بمغرف السكر. الأحسن يكون العسل، إلا ما كانش معليش في زوج يعطونا نفس النتيجة. ضروك هذه المكونات كاع نديرهم على بعض. دوك نولي معاكم نشوفوا واش نديرو، ومن بعد نقولكم الطياب تاعك كي غادي يكون في لاكوكوت. اول حاجه نديرها الدجاج تاعنا اللي يكون عندنا مبيكوه كيما هكا باش يدخلوا لنا المكونات فيه. هنايا درت زوج مغارف تاع الزيت. البنات نسيت ما قلت لكمش على الملح، نديرو هنايا ندير مغرف تاع ملح هكا مليحه فيه، وندير هادو لي زيبيس، ندير الفلفل على حسب الكونتيتي تاع الدجاج اللي تكون عندكم. انايا هذه هنايا عندي هادو دو كويس، درت هذا المقدار. عندي فله حمراء، نديرو سكنجبير نكثرو باسكو نعرفو الدجاج الريحه تاعه يديها غير سكنجبير. ونديرو شوية كمون، هذه خلطة، هذا الخلطة توالم ثاني هذاك الدجاج اللي نحمروه في الفرن نديروه في لي ساشي ثاني يجي بها روعة. هذه خلطة نجمو نديروها في الكوكوط ونديروها في لي ساشي وندخلوه في الفوق. هذا الثوم مطحون اللي درته، هذا كركب، ها هو الخل، عندنا ها هو الزبدة تاعنا دهان، وغادي ندير هنايا ها هي مغرف معمرة. هذه اللي تعطيه الإحمرار وتعطيه القشرة تاع العسل، والزعفران، ونديرو الزعفران هنايا. نخلط انا هذه المكونات مليح دروك ندخلها في بعضها هذا ونعاود نولي معاكم. صايي راني درت الخلطه هنايا، خلطتها كاع. دروك ندير اطراف الدجاج تاعنا هنايا اللي قلهم هاد لا ماريناد يقعدوا فيها. هذه العمليه نديروها او موان 10 مينوت ولا ان كاردور قبل باش هذه التتبيله تدخل لنا كاع في الدجاج تاعنا. انا غادي نخليه حسبة 10 دقائق يتبلوا معايا مليح باش الخلطة تدخل فيهم، ونوريكم نديروهم في لاكوكوت بلا ما بلا والو، غير بلي زيبيس هادو تاعه ولا فابور تاعه يطيب. وانا انا اختياري هذه غادي نزيدها معاه، هي غير الثوم هنا ولي زيبيس راه معطرينه، بصح انا غادي نزيد معاه هذا البصل اللي يبغي يديرها صحه، اللي ما يبغيش يديرها ماهيش اجباريه بالسيف. انا من بعد نولي معاكم. اول بنات الدجاج تاعنا صايي درناه في لا ماريناد، مهما يقعد غير يشرب هذيك لا ماريناد ويزيان. عاد كاين اللي بيته دروك واش ندير، نقبض هذو الاطراف نحطهم على هذه الجهه تاع القشره. ما ها هي ما درت فيها والو، ما نديرو فيها والو باسكو ديجا راه عندنا هنايا الزيت وعندنا الدهان وعندنا. نحطوهم كي من هكا هكا، قلت لكم انا هذه درتها باش تعطيني البنه، ونحط معاهم هذيك لا ماريناد
اللي باقيه عندي نحطها كيما هاك، نوزعها كاع عليهم ونبلع على كوكوت ونديرها على نار هاديه. كي تصفر لا كوكوت نعد ربع ساعه ونروح نشوف نقلبها من الكوتي الاخر، نديرها طيب ونولي معكم. ها هو البنات الدجاج تاعنا طاب، ها هو راه طايب مليح محمر، هذا تحميرات على كوكوت ربع ساعه ويكون واجد معنا. وتكون كي تكون ربع ساعه نقصوا الغاز كي تصفر لا كوكوت.